صف السيارة واستنى شوي، راجع ما بطول. ماشي. خير في شيء دكتور؟ جوري وينه؟ انت شو قصتك؟ ليش عم تسأل عنا؟ فهمني مجد، هلا مو وقت هذا الحكي. لكن امتى وقته يا امور؟ روح اسأل جوري بيكون احسن. مو كل ما بدي احكي معك بتدير ظهرك وبتمشي، ليش بدك يعني اسألها؟ ابوه هلا بالعناية، اتسكر وريده. فهمت هلا شو الموضوع؟ مرحبا. اهلا توليب خانم. يا ترى عمر بيك فاضي؟ لا والله بالاسعاف. السبب؟ من شوي جابوا حدا من معارفه على المشفى وعم يهتم فيه بشكل خاص يا خانو. شكرا كثير. اهلا وسهلا. انت ما فيك تفوت لجوا مجد. كيف يعني ما فيني فوت؟ عمي صالح مريض جوا. اسمع، في مجال تعمل اللي عم اقول لك عليه وتخلصني من هالقصه؟ طلع عن جد؟ انت مين بقى لحتى تنفذ اوامرك؟ ولك ابوك متخانق مع صالح، افهم الموضوع. والبنات هلا مو حابين يشوفوك هون. انت مو شغلتك هذا الحكي، فهمان؟ شيل ايدك عن جاكيتي. بالله؟ وصاروا ثلاثة. فرجيني. وانت قلتها. مجد! مجد! عمر بيك انت شو عملت؟ على القصر ما بدي اياك تروح ابدا، فهمت؟ حتى لو شفته بالطريق بتغير طريقك، تترك عمو صالح نهائيا بابا. من وين لوين لحتى يكون هذا الحقير عمك؟ انت اكيد بدك تجنني، وصلت معي لهون منك، لا تخليني اغلط فيك هلا. ليك الواطي حاجة؟ اسمعني. لك تفي، انتهي عمي البثي، رح اسمي الموت هذا، لك الله يصطفي فيكم انتوا الاثنين. إذا مرة تانية بتقرب علي رح أنسى أنك أبي. أنسى أنك أبي. أروح أنسى قد ما بدك، وروح قول لعمك صالح يا بابا بيكون أحسن لك. يلا نلعي هاتي، قليلي غيرها. هلكتنا.